الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معنا استخاره من القران الكريم لمواليد برد السرطان. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابنا في الله فضلا وليس امرا ان يدعموا الفيديو باللايك. اخواتنا في الله المشاهدات بتكون عندنا على الفيديو بتكون بتعدي ال 1000، لكن نلاقي يعني على الفيديو 20 لايك 30 لايك 50 لايك، ففضلا وليس امرا احبابنا في الله ادعم الفيديو باللايك وانزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى، ان شاء الله تكون بشرة خير ليك وتكون الفرحة ديالك باذن الله تعالى. سورة آل عمران، اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته الطيبون الطاهرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف، لا اله الا الله. بسم الله بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. عندك تغيرات كثيرة، عندك تغيرات، عندك تغير وفي قرار، يعني في قرار عندك مهم انت مستنيه، مستني مكالمة دايلك من وراها مال، او دايلك من وراها بيع، او دايلك من وراها شراء. انت منتظر مكالمة من حد هيكلمك. في عندك بيع او شراء، لا راح تبيع محل، او راح تبيع شقة، او راح تبيع منزل، او راح تبيع سيارة، او راح تشتري حاجة. عندك لقاء بشريك، عندك لقاء يعني ارى في بداية حب او منصب او سفر، او في حد بيدعمك من الخارج، في حد عندك بيدعمك من الخارج وعندك ديالك بشر السفر. ابشر ابشر ابشر. عندك راح تمتلك شيء جديد، عندك شيء راح تمتلكه، وفي توثيق عقود، يعني عندك شيء راح تمتلكه شراء وهتوثق عقود باذن الله تعالى. صلى على الحبيب المصطفى. بس هنا خلي بالك، ابشر ابشر ابشر، جاي لك حد، يعني الحد ده هيساعدك، هيدعمك، هيكون معاك، هيقف معاك بعد التعب كل اللي حصل في حياتك. عندك نجاح مهني واموال، راح تنسيك شريك نرجسي وخروج من علاقة سامة، هتخرج من هاي العلاقة السامة بإذن الله تعالى. بس هنا أرى للبعض هنا يعني في عرض ارتباط جديد، عندك عرض ارتباط أو زواج يعني من شخص يعني بيحبك أو كويس هاي الشخص ده زي ما بيقولوا. بس أرى هنا في ناس داخل حياتك تعباك، خنقاك، كسرة قلبك، جرحتك، قلق، يعني أذتك كتير، الناس دي أذتك، تعبتك. لان راقه يعني قلقان ومحتار، وعندك تفكير كتير، بتفكر كتير، بالك مشغول، يعني مش عارف تاخذ قرار، محتار. اكتر حد عندك الحيره، اكتر حد عندك الخنقه، اكتر حد عندك الضيق. بس الحظ معاك، دايلك الحظ معاك، والرزق معاك، باب الرزق مفتوح لك، باب الرزق والحظ مفتوح لك. بس انت تعبان، عندك طاقه سحر وطاقه مس كمان، عندك مس وسحر. بس روحانيتك عالية، عندك روحانيات، بالصلاة على النبي، روحانياتك عالية جدا، بتديك الإحساس قبل الشيء قبل حدوثه، بتديك إحساس، وإحساسك بيكون صادق. رؤيات المنامية ساعات بتكون معاك صادقة، بس معاك بتكون نسيئة، لأن رؤياتك المنامية فيها أدلات أو حدات صحيحة أو حدات صادقة كثيرة، لكن بتنساها. زيد أكثر في صلاتك، صلاتك في أوقاتها، صلي عليك أذكار الصباح، أذكار المساء، والتخلص من السحر والمس الشيطاني، لأن روحانياتك بالصلاة على النبي كويسة جدا. وشاف الحظ معاك، يعني أنت مش تعبان جسديا، لكن يعني ماديا كويس معاك، لكن تعبان جسديا، تعبان نفسيا، مخنوق، متضايق، حابس، قفل على روحك، يعني قاعد 24 ساعة بتفكر، محتار، مش عارف تاخذ قرار. يعني مش طايق روحك، مش حابب تتكلم مع ناس، مش حابب تخرج، مع انك لما بتخرج بتحس بالراحة، لما بتخرج بتحس بالسعادة، او بتخرج بترتاح نفسيا، بس انت مش حابب كده. مخنوق دايما، متضايق دايما من هذا منطقة السحر. بس عندك شيء جميل قادم ليك، وتعويضات الهية قادمة، عندك خبر يعني خبر مفرح، خبر ليك، يعني عندك بركة في الرزق. في حاجة تخص العمل هتخلص، أو عندك ترقية في العمل، رح نجمك يلمع في مجال عملك، لأن عملك رح تندح منه. العمل دايلك شهرة أو ترقية أو مبلغ مالي، لأن أنا رح دايلك فرحة من نسبة العمل. في حدا مفقودة منكم، حدا مفقودة أو حدا رايحة منكم، أو لأن الرق يعني بتحصل على شيء مفقود منك أو رايح منك، هذا الحدا دي رايحة منك مفقودة، راح تحصل عليها وراح تلاقيها. عندك قرار، عندك قرار صح، القرار ده هتاخده صح،
وبعد ما تاخذه يعني القرار ده يخص عملك، وهتلاقي دليل يؤكد ان انت القرار اللي خدته ده صح، مع انه انت يعني خايف او غلقان او محتار، لكن قرارك اللي خدته هو الصح وهو المنطق، هو الصح القرار اللي خدته. في شخص انت من يراك بتحبه قوي، بس يعني مش عارف توصل له، او مش عارف ازاي يقرب منك، او يكون ما بينك وما بينه تواصل، بس هنا في مواجهة مع حد. هتواجهه شخص، هتواجهه، هيحصل كلام ما بينك وبينه، هو يريد لك أذى، الشخص ده يريد لك أذى، يريد يأذيك، يريد يدمرك، يريد يكسر قلبك، يريد يجرحك، أو عايز يكسرك، لكن هتواجهه، عندك مواجهة ما بينك وما بينه، ربنا معك وهينصرك عليها بأمر الله. بس أنت هنا راك عندك كمية ندم، ندمان ليه؟ عندك كمية ندم، يعني راك هنا ندمان، ممكن ندمان على فضفضة من لسانك، من كلامك، ندمان على الفضفضة، ندمان على طيبة قلبك، لأن أنت قلبك طيب، بتتكلم مع الناس بحسن نية، بتتكلم مع الناس بطيبة القلب، لكن الناس بتاخذ الكلام وبتوصله لناس ثانية، لأن راكن ندمان على فضفضة قلت، يعني مع إنك أنت معك حق، الكلام اللي قلته صادق، بس الناس زودت عليه كلام ووصلته لناس ثانية فحصل كلام أو مشاكل، بلاش يعني كل اللي بقلبك يكون على لسانك. عندك مفاجأة حلوة، مفاجأة حلوة يعني غير قدمت غير متوقع ليك، قدامك 3 نقط، ممكن تكون هدية، هدية قيمة يعني هدية كويسة ديالك، وفي منكم دات له هدية، دات له هدية من الخارج كمان، يعني دات له هدية كويسة في حد منكم، وكمان دياله هدية غالية. عندك برضو هنا استلام أوراق أو سيكة، ممكن تقول حكومية أو بتخلصها، مهمة يعني تخص أنت منتظرها، هتستلمها تخص عملك، الوثيقة دي أو أوراق أو حد هتستلمها هتخص عملك، تخص العمل أو شغلك أو هتعلي من شغلك، يعني هنا. وعندك برضو هنا أمور خير فيها ليك بإذن الله تعالى، يعني في خبر مفرح، أنت منتظر مكالمة، أنت منتظر مكالمة أو بترد على حد مردي أو بترن على حد مردتش، أو منتظر مكالمة، في مكالمة تديلك، يعني قدامك خلاص قدامك خطوتين، وان شاء الله المكالمة دي ديالك. عندك هنا يعني ستفادأ بأفراح قادمة ليك، انفراجات طال انتظارها، وستبدل أحوالك بإذن الله تعالى للأحسن بإذن الله تعالى، إن ربك إذا أعطى باب الحظ، باب السعادة يتفتح قدامك، أنت كنت بتحاول تفتحه وتفتح معك وتفتح، بس وقت اتفتح في الأول كان معك باب السعادة واتقفل، اتقفل من السحر. باب الرزق وباب الراحة كان مفتوح معك، كل حاجة كانت ماشية معك، لكن انقفل من السحر والبس، فراح يفتح معك، ومنكم فتح معاه الباب، باب الحظ وباب السعادة اتفتح معاه، وراح يكتمل الباب فيه الخير، فيه السعادة ليك. بس انت هنا يعني حاول تخلص من الطاقة دي اللي عندك، الطاقة دي برضو عندك تعباك، لأن أشوفك قلقان ومخنوق، بس في مكالمة أو رسالة هتديلك، يعني المكالمة دي أو الرسالة هتديلك من شخص دي غايب عنك، يعني غايب عنك بقاله فترة، الشخص دي غايب عنك بقاله فترة، هتديلك المكالمة. ورا هنا أمور هتكون مثيرة ليك، هتندح وهتعلي، وشأنك هيكون أعلى، وهتندح وهتثبت للآخرين إن أنت الصح، وأنت وصلت لهدفك بدون مساعدة حد، محدش ساعدك، محدش وقف معاك، محدش دعمك، مع انك بتدعم الناس كلها، الناس كلها بتساعدها، بتدعمها، اللي بيطلب منك حاجة بتديها له، مش عايش حد عن حد، وبتحب الناس، بتحب الخير للناس كتير، لكن الناس بتحب لك الشر. أراك هنا راح تنهي إنهاء شر وإعلان نصر على الحزن، على الحزن. في منكم المبتعدين منتظر عودة حبيب، منتظر عودة حبيب، وللبعض خلي بالك في حبيب في علاقة سرية في طرف ثالث، في منكم هنا يعني الدخول أو دخلتوا يعني البعض منكم مع شخص حبته وعطته له كل الثقة، لكن طلع خاين أو مش كويس، أو هو متعدد العلاقات في علاقة سرية،
والتعب اللي عندك اللي في جسدك. البعض يعني منكم هنا ارى ظهور اشياء غريبة في جسده مثل حروف او خدوش او تعب عمود فقري او احلام مزعجة مثل كلاب قطط حيوانات اسود نمور افاعي. هي من السحر احبابي في الله. منكم برضو حاسس وعارف ان السحر وحاول يفكه بس مش عارف يفكه ازاي، طبق كذا طريقة او ماشي في طريق العلاج بس مش عارف، محتار متردد مش عارف تفك ولا لا، مش عارف توصل للهدف الصح. كل ده من السحر، السحر وست، يعني ست اللي عاملة لك السحر ده، ست دي قريبة منك، يعني قريبة منك جدا، مش غريبة عليك، هي قريبة الست دي، مش غريبة عنك، يعني قريبة منك قوي. بس هنا انت يعني في اشخاص هنا اراها ان الاشخاص دي نسيت نفسها، الاشخاص دي نسيت نفسها، نسيت يعني اصلها، يعني اراهم بيتعالوا عليك، لكن اراك في مواجهة حادة، وهتوريهم مقامهم، وهتوريهم نفسهم، وهتوريهم ان هم اصلهم ايه، او الناس دي ايه ايه، وبتتعالى ليه، او شايفه نفسها ليه، هتوريهم مقامهم وتوقفهم عند حدهم، لان اراك هنا في مواجهه حاده ونصر ليك انت، ونصر راح تنتصر. بس هنا في اشخاص حواليك يعني بيحاولوا يمسكوا عليك غلطه، الاشخاص دي بيحاولوا يمسكوا عليك غلطه، واقفين لك على الوحده، دول واقفين لك على الوحده، يعني الناس دي واقفه لك على الوحده، ولكن انت كيدهم، لانك انت ماشي في مشوار عملك او رزقك، ماشي في هدفك وبتحب هدفك وحابب توصل وحابب تكون ناجح واسمك يكون عالي، يكون لك شأن عالي، هتوصل للي انت عايزه، هتوصل للي انت عايزه. برا منكم هنا برضو البعض اكتشف اسرار، يعني كشفت انت او انت اسرار، يعني وعرفت ان في شخص بيخونكم او مش كويس، انتوا تحررتوا من قيود، تحررتوا من علاقة، تحررتوا منها، ما تزعلوش ان انتوا يعني سبتوا العلاقة دي، ربنا كشف لك عشان خاطر تبعد عن العلاقة دي، لان العلاقة دي سامة او هتأذيك. عندك برضو القراءة دي احبابي في الله، خد اللي طابق عليك، اخواتنا نساء او بنات او رجال او شباب، خد القراءة احبابي في الله اللي طابق عليك، مش كل القراءة دي ليك، القراءة دي عامة وليست خاصة أحبابي في الله، فضلا وليس أمر يدعم الفيديو باللايك أخواتنا في الله. عندك بشرة يعني وفرحة كبيرة، استقرار، عندك كمية استقرار في منزل جديد، فرحان مبسوط، وراح يفك الكرب اللي انت فيه، المشكلة اللي انت فيه، الحكم أو السجن أو سجن، عندك حد عزيز على قلبك مسدود، عندك عليك حكم أو أوراق بتخلصها في المحاكم، حد بيخلص لك في الأوراق أو بيخلص لك في شغل المحاكم، لأن فيها خير ليك، فيها خلاص يعني هتاخذ البراءة أو هتخلص ورقك بخير، راح يخلص الورق هاي الأيام بإذن الله تعالى. في حدا غالي على قلبك راح تحققها، عندك تحقق أمنية غالية على قلبك، عندك تغير عتبة كما قلنا، هتغير العتبة والأوراق الحكومية هتخلصها، العتبة إن شاء الله يكون فيها السعادة ليك، فيها الراحة ليك، تعبت، يئست، عندك إحباط، عندك تعب، عندك ضيق، عندك ألم في المعدة، صداع وغير منتظم، عندك ألم في الظهر، في الرجلين، أكثر حدا الضيق وأكثر حدا المش أكل للمنفصلين بسبب السحر، واللي متزودين المشاكل واللي لسه ما تزودتش، ما فيش اكتمال معاك في أي شيء. عندك مبلغ مالي، اول حاجه في مبلغ مالي ديلك، المبلغ المالي ده هيفك كرب معاك او فك زنقه او هيفك حاجه معاك، في مبلغ مالي ديلك كويس، ممكن نقول مكافاه او ردوع دين او حواله، في مبلغ مالي ديلك باذن الله تعالى. عندك عتبه جديده، العتبه جي مسكن او عتبه جديده فيها راحه ليك. عندك هنا حد حيران، ارى الحبيب، الحبيب محتار وغيران ومشتاق ليك، الحبيب محتار وغيران ومشتاق ليك كمان. في نقلة عندك وتغير جذري بأمورك، يعني عندك حالات كثيرة فيها الفرحة ليك، لأنك يئست، اللي تعبت، حصل مشاكل معاك كبيرة، حصل معاك تعب كثير، تعبت، بتقول إمتى؟ بتقول هانت، عمال تصبر في نفسك، تقول هانت، إن شاء الله بكرة تنحل، وهتنحل، هتنحل. في مكالمة ديالك، المكالمة دي فيها شغل ليك أو وظيفة، في وظيفة عندك، ديالك وظيفة أو شغل أو حاجة من سبب المكالمة دي. في شراء بيت،
شراء بيت او تغير محل اقامه، منكم بعاوز يشتري بيت او عايز يشتري مسكن او عايز ينقل من المكان اللي فيه، عندكم شراء منزل باذن الله تعالى او شراء بيت باذن الله، وفي تغير اقامه، في شفاء من مرض، من مرض واستقرار صحي لحد قريب على قلبك، عزيز عليك، اهلك، من قرايبك، من اصحابك، اصدقائك، ده عزيز على قلبك. عندك نصرة برضو، يعني هتنتصر باذن الله تعالى. الناس دي اذتك، كسرت قلبك، درحتك، خزت مالك، اذتك كتير، تعبتك، وانت مش عارف تاخذ حقك. عندك نصرة باذن الواحد الاحد، عندك نصرة باذن الله تعالى. بس ارى في اراكم يعني تعبانين، وتفكيركم مشتت، عمال تفكر 24 ساعة، محتار، مش عارف تاخذ قرار، تعبانين وتفكيركم مشتت. بس في ايام حلوة، في تغير للافضل، في مشكلة عاطفية حصلت، في مشاكل عاطفية حصلت او مشكلة عاطفية حصلت ما بينكم، وعدم استقرار، هدي نفسك وبالهدوء، كل حاجة راح تنحل، بلاش العصبية، بلاش المشاكل، هدي نفسك، كل حاجة هتنحل، لان ورا عندك كل ده من سبب السحر. في شفاء من السحر او من المس القديم، في منك البنات او اخواتنا الشباب، في مس عندك قديم، مس قديم، في شفاء من السحر او من المس القديم، في شفاء من السحر او من المس القديم عندك باذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق. انتم بس عليكم مراقبه، عليكم مراقبه، في حد بيراقبكم، عليكم طاقه مراقبه، في حد عمال يراقبكم، يعني خاطط عينه عليكم، عايز يوصلكم باي طريقه، عايز يوصلكم، ده عمال يراقبكم، مش كويس. الشخص ده بيحاول يأذيكم، عمال خاطط عينه عليكم، بيراقبكم الشخص ده. بس هنا عندكم يعني الشفاء لأحد الأقارب، الشفاء لأحد الأقارب، بلاش الكسل، بلاش الخمول اللي عندك، اخرج من الطاقة اللي انت فيها، اخرج من الطاقة اللي انت فيها، اخرج منها، اطلع من الطاقة دي، بلاش الطاقة، عشان عندك سوف تفاجأ، عندك هتفاجأ في حد ديالك، روحك هتحيا من جديد. الأشخاص المناسبين في طريقهم ليك، سوف يحدث كل شيء فجأة، لأنك تستحق، إنك تستحق هذا، أنك تستحق، لأنك صبرت، كفحت، وصلت لهدفك، ساعدت ناس كتير، مش استنيت منهم المساعدة، لكن أنت ساعدت الناس كلها، حب الخير للناس، عندك روحانياتك شديدة، حافظ على روحانياتك، إزاي؟ بلاش الكلام، انت عندك احساس كويس، بتحس بالحدا قبل حدوثه، بتحس بالشخص اللي قدامك ان كان صادق او ان كان كذاب، بتشعر بالشخص اللي قدامك، بتحسه قبل ما يتكلم، تبقى انت عارف عايز ايه او عينه فيها ايه، واكتر حدا رؤيتك المناميه، حافظ على رؤيتك المناميه، تحافظ عليها ازاي؟ بالاذكار الصباح واذكار المساء والتحصين قبل النوم، لان الشيطان بينسيك، لان فيها طرق صحيحه ليك او اتجاهك للطريق الصح ليك، بس الشيطان بينسها لك، السحر او المس بينسها لك، فانت حاول تخلص من السحر او المس عشان تقوى روحانياتك وتتعلم. ممكن عندك كمان هنا في تغير في حياتك، ممكن يكون كليا حياتك تتغير. المكانة عالية كمان بفضل الله تعالى، عندك فترة انتقال للأفضل، يعني تخص حياتك العاطفية أو الأسرية، في عملية شراء، بتشتري إيه؟ أرى في عملية شراء، بيع أو شراء ناجحة، في عملية شراء أو بيع دي ناجحة، فيها نجاح ليك، يعني البيع ده أو الشراء ناجح بإذن الله تعالى، عندك يعني طاقة شراء أو طاقة بيع، هي ناجحة، أو مشروع، أو في مكافأة ليك. مكافأة أو هدية، هي خلاص ما بين إيديك، المكافأة دي من بين إيديك أو خلاص يعني بين إيديك، وخروج الشر من حياتك، والست دي راح تنشغل بعيد عنك، هتنشغل بعيد عنك. أنت طبعا عايز تحصن نفسك منها، عمال تفكر إزاي أبعد نفسي منها، ما خليهاش تأذيني، هي هتنشغل بعيد عنك، ربنا هيشغلها بعيد عنك بالمرض اللي هيديلها أو بالتعب اللي هيديلها، هتنشغل، هتنساك، مش هتعرف توصلك، مش هتعرف تأذيك تاني، هتنشغل بعيد عنك، ورجوع حق ليك، حقك رادع، حقك رادع، مهما توصل مهما تعمل حقك رادع لك بإذن الله تعالى، حقك ليك رادع، لأن أرى الدمعة نزلت من عينيك بالدعاء، وحسبي الله ونعم الوكيل كانت مكررة على لسانك كثير،
حقك رادع بإذن الله تعالى ونصر على الظالم ببركة ذكر الله، ببركة ذكر الله. في خبرين هنا حلوين، الخبرين دول حلوين هيسعدوا قلبك في الطريق ليك، في الطريق ليك. هم الخبرين عند في عودة للمنفصلين، في عودة أرى في عتاب، لا عتاب ما بينكم، عتاب حد وسطيكم متدخل، وحدة أو واحد متدخل وسطيكم وحصل ما بينكم عتاب أو مشاكل، حصل ما بين هيحصل، وفي عودة، في عودة، في عودة ليكم، يعني عودة بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. في عندك هنا العتبة دي اللي هتشتريها لأنها اشتراك البيت، بيشتري منزل، المنزل ده هو اللي هيكون فيه الراحة ليك، أراك يعني فرحان سعيد سعيد. عندك حل مشكلة كمان، مشكلة دي كانت المشكلة دي كبيرة، كانت مدمرة حاجات كثيرة في حياتك، عندك هتحل المشكلة دي، المشكلة دي خلاص حد هيتدخل معاك وهتحلها، هتحل المشكلة دي خلاص، بس هي مشكلة كانت ممكن توقعك في وجع كبير. والمريض اللي عندك راح يشفي اللي أنت زعلان عليه، هو عندك يعني بس احتفظ، عندك حلم مزعج معاك، ممكن تحلم بكلاب، حيوانات، ثعابين، سود، رؤيات منامية تعباك، عندك رؤياتك المنامية يعني هي من السحر أخواتنا في الله، أخواتنا في الله من السحر. ورؤيتك للامور اللي حواليك صح، رؤيتك للامور اللي حواليك صح جدا، وتوقعاتك في محل، توقعاتك اللي بتوقعها في محل، لان انا قلت لك عندك روحانيات عاليه، فتوقعاتك للحدا اللي حواليك صح، وتوقعاتك كمان في محل، كل حاجه بتتوقعها. طاقتك السلبيه اللي عندك دي اللي الغيمه اللي حواليك، الغيمه اللي على عينيك اللي مش خلاك عارف تركز، عارف توصل لهدفك، هتخلص من الطاقه السلبيه، لان طاقه ايجابيه قد مليكم، النور هيكون حواليك وهيكون حواليك يفتح لك جميع الابواب، طاقه النور حواليك، الطاقه الايجابيه دي خلاص قد مليك، عندك احساس بالقوه طاغي. عندكم هنا في اختبار من ربنا انت بتمر بيه، انت بتمر بيه، وعايزك محتاج يعني تحكم عقلك وتلغي قلبك ده، تلغي قلبك علشان تمر بسلام من الاختبار وهتوصل لهدفك، هتوصل لهدفك باذن الله تعالى. في مفاجأة حلوة من شخص غالي عليك، الشخص ده يعترف لك بالحب، الشخص ده هيعترف لك بالحب، في اعتراف يعني بالحب ليكم، او ممكن يعني او ربما تكون صداقة او علاقة عابرة هتتحول لموضوع يعني جد يعيد لحياتك الفرحة. فانا في زعل دواك، زعلان في زعل دواك، وبتحاول يعني تضحك وما تظهرش ضيقتك، صدقني ربنا يهونها عليك وهتعدي على خير، وعوض ورزق كبير دايلك من ربنا بيكون قريب منك بإذن الله تعالى، بعد التعب والعذاب سنين خلاص هانت ديالك النصرة. أراك برضه يعني زعلان على أحباب أطفالك أو زعلان على أخواتك، حصل ما بينهم مشاكل، مكسورين، مجروحين، بتحاول تساعدهم على قد ما تقدر، بتحاول توصلهم للهدف الصح، بتحاول تخليهم مع بعض أو ما يبعدوش، إن شاء الله كل شيء هيكون في في ظنك بإذن الله تعالى، وربنا يشغل هاي الساحرة أو هاي الست عنك، ربنا يشغلها بمرضها، بتعبها، هتنشغل عنك، وستفادى بالأفراح والقادمة، لأن الفرحة في أرض بيتك. فرحة يعني انت منتظرها، منتظر الفرحة دي، هي في أرض بيتك الفرحة، ممكن ده خطوبة لإما زواج بإذن الله تعالى، في بشرة بمولود، بشرة بمولود، إن شاء الله لو بتفكر في المولود أو الأطفال، لو عندكم أطفال في فرحة، في فرحة بأطفال، إن شاء الله يكون نجاح في المدارس بإذن الله تعالى، عنده نجاح في امتحاناته، أو بشرة بأطفال جديدة بحمل، ستبدل كل أحوالكم بإذن الله تعالى للأحسن. ستبدل. بابك خلاص، باب الحظ، باب الفرحة، الباب اتفتح قدامك، الباب اتفتح، يعني ها كل شيء، واللي يعني اللي مزعلك وانت يعني في حد مزعلك برضو، الشخص ده مزعلك يعني انت مش عارف تعاتبه، مش عارف يعني في حد زعلان انت في قلبك منه، قلبك مكسور منه، وهو معاك، هو معاك بس انت مش عارف تعاتبه او مش عارف لانك خايف برضو على زعله، خايف على زعله، مع انك انت زعلان بس مش عارف تعاتبه لانك خايف على زعله، لان وراك برضه مريت بطائفه يعني برضه ماليه مريت به، وربنا كرمك ورزقك بمال لم يكن في حساباتك، وعندك برضه يعني الفرحه ديال، وطاقه المال قويه،
طاقة المال قوية، يعني هناك مبلغ مالي ممتاز كويس، يعني المبلغ ده قدامك خلاص 3 خطوات أنت كنت محتاجه، كنت محتاجه بإذن الله تعالى قدامك المال. اللهم صل على سيدنا محمد. في حاجة حلوة قوي هتحصل معاك قريبة أنت منتظرها بفارغ الصبر، ودي هتخرجك من الزعل اللي أنت فيه، لأن أنت زعلان وقلبك مكسور، هتخرجك من الزعل اللي أنت فيه، هتخرجك. في شخص هنا بيحبك قوي، بيحبك قوي، الشخص ده بيحبك قوي، لكن أراه بعيد عنك، مش عارف يقرب منك، أو مش عارف يوصل لك، أو مش عارف يقرب منك. ان شاء الله تكون حياة جديدة ما بينكم بإذن الله تعالى. القلق اللي عندك والخوف، رق القال وعلى حد مسدون، او عندك اوراق بتخلصها في المحاكم، او حد مريض، او حد مسدون على قلبك، او قريب يعني على قلبك او عزيز عليكم، في مكالمة هتفرحك بسببه، يعني مكالمة هتديلك هتفرحك بسببه. المكالمة دي ممكن يكون خروج، هيخرج من الأزمة، أو تم شفائه، أو تم العملية بنجاح، أو هكذا. في مشروع أنت داخل فيه، مشروع شغل، وظيفة، مشروع عمل، نجاح، لأن أراك قلقان منه، خايف ما يقبلكش، خايف تفشل في الموضوع، في المشروع أو الموضوع اللي أنت فيه، قلقان عليه المشروع ده. إن شاء الله في نجاح، في طاقة نجاح بإذن الله تعالى، المشروع ده راح ينجح معاك، لأن طاقة النجاح قريبة بإذن الله تعالى، راح تنجح في المشروع ده وتحقق هدفك. بس أكتر حاجة بلاش الكلام، بلاش الكلام فيه، بلاش تتكلم في طموحاتك أو أهدافك أو شغلك أو وظيفتك أو بلاش كثرة الكلام، بلاش. في مناسبة حلوة، ويعني مناسبة حضور حفلة أو مناسبة في أرض بيتك، عندك مناسبة حلوة بإذن الله تعالى، المناسبة دي هتكون فيها فرحان، هتكون فيها سعيد. في طريق سفر برضو قدامك، حد هيطلب منك تسافر، أو أنت عايز تسافر لشغل أو فسحة أو شغل، أو يعني في طريق سفر قدامك مفتوح بس لسه أنت ما دخلتش فيه. الطريق ده مفتوح قدامك، طريق السفر، بس لسه ما دخلتش فيه. واللي حصل انفصال اللي كان بسبب السحر أحبابي في الله، السحر إن شاء الله راح تفك السحر، وراح يخرج من بيتك كل شيء بالأذى، بيخرج كل شيء بإذن الله تعالى، وتعيش في الراحة والأمان، والشغل قدامك مفتوح بإذن الله تعالى. وأكثر من الاستغفار، وأكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك، وأنت خير المبشرين كله. أحبابي في الله، فضلا وليس أمرا، ادعموا الفيديو باللايك، وانزل فيها التعليقات، صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك، وانت خير المبشرين كلها. وان كنت بتعاني كما كنا السحر او المس او من تعطيل او من اي شيء، داخل القناه كل حاجه، يلا تدخل داخل القناه، تطلع لفوق الفيديوهات هتلاقي نزل على هذا السحر وعلى هذا المس وعلى هذا التعطيل وعلى هذا القرين وعلى هذا التابع، كل شيء في الفيديوهات خططت لكم علاجات باذن الله تعالى. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم من كل داء يؤذيكم. والرقم امامكم، اللي حابب يتواصل معنا في اي مشكله عندك او علاج او كشف، تفضل معانا وان شاء الله.